السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في مادة العلوم العامة للصف الثاني عشر أدبي. عنوان درس اليوم: التعظم والتمارين الرياضية تقوي العظام. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يعرف مفهوم التعظم، يحدد العلاقة بين درجة التعظم والمرحلة العمرية، يفسر مدى تأثير أنماط التمارين الرياضية في النمو الصحي، يوضح مخاطر الرحلات الفضائية على كتلة العظام، يبحث عن تأثير الأنشطة الرياضية في قوة العظام والعضلات. المصطلحات العلمية الواردة في درس اليوم: المصطلح الرئيسي التعظم (Ossification). العظام في الكائنات الحية: تصنف الكائنات الحية في المملكة الحيوانية إلى شعبتين رئيسيتين من حيث وجود العمود الفقري. شعبة تسمى الفقاريات التي تمتلك العظام لدعم الوزن والأعضاء الداخلية، والشعبة الأخرى تسمى اللافقاريات مثل الحشرات والتي تعرف بأن ليس لديها عظام. ما هو الهيكل العظمي؟ للتعرف على مفهوم التعظم يجب معرفة ما هو الهيكل العظمي وما أهم الأجزاء الرئيسية في مكوناته. الهيكل العظمي عبارة عن أجزاء صلبة قوية مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً مفصلياً، تكسب الجسم شكلاً معيناً، حيث أن هذه الأجزاء تتمثل عظام الجمجمة، الترقوة، القفص الصدري، العمود الفقري، الحوض، عظام الساعد، الفخذ، وعظم الركبة. نبدأ عزيزي الطالب بالهدف الأول. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تعرف مفهوم التعظم. ما أهمية الهيكل العظمي في جسم الإنسان؟ فلتعلم عزيزي الطالب بأن عظامك تشبه الرافعة في عملها، والمفاصل تشكل نقطة الارتكاز. فعلى سبيل المثال، ذراعك هي الرافعة، ونقطة الارتكاز هي المرفق. فالعظام تسمح لعضلات الذراع القيام بالحركات المتنوعة، كحركة تني الذراع نتيجة انقباض العضلات ثنائية الرؤوس، وحركة مد الذراع من خلال انقباض العضلات ثلاثية الرؤوس. ولا تتم هذه الحركات إلا من خلال قوة الجهد وقوة الحمل لتقوية بنية العظام. ولكن إذا تجاوز الإجراء حدود بنية العظم وإصابتها بعكس الرافعة القياسية، حيث تصبح العظام أقوى بمرور الوقت. المقصود بالتعظم: التعظم هي العملية التي تسمح بنمو عظام أقوى تحت الإجهاد. انظر معي عزيزي الطالب إلى الشكل المجاور الذي يوضح التعظم في مراحله للغضروف، حيث أن العملية تبدأ بالتعظم الأولي، ثم ينمو العظم إلى أن يصبح تعظم ثانوي، ويمر به مراحل إلى أن يصل إلى مرحلة العظم الناضج. ولكن كيف تحدث هذه العملية؟ تحدث عملية التعظم نتيجة أن الخلايا الهادمة للعظم تقوم بتكسير الأنسجة العظمية القديمة، وتقوم الخلايا البانية ببناء عظم جديد. ولكن تحتاج هذه العملية
إلى مواد ومعادن تساعد على بناء هذا العظم الجديد. ما المعادن التي تساعد على بناء عظم جديد؟ الكثير من المعادن، ولكن الكالسيوم جزء أساسي من بنية العظام. والآن أجب معي عزيز الطالب على السؤال الخامس، الصفحة 56. بماذا تمتاز الفقاريات عن اللافقاريات؟ أتمنى أن تكون إجابتك مماثلة للإجابة النموذجية. تمتاز الفقاريات بوجود العمود الفقري المكون من فقرات عظمية، بينما اللافقاريات لا تمتلك العمود الفقري. ننتقل الآن إلى الهدف الثاني. عليك عزيزي الطالب أن تحدد العلاقة بين درجة التعظم والمرحلة العمرية. التعظم هو الأعلى حتى مرحلة الشباب. اعلم عزيزي الطالب بأن العظام تبنى سريعاً بعمر الطفولة إلى المرحلة العمرية في سن 16، ثم يكتمل نمو العظام للأطراف العلوية من سن 17 إلى سن 20 كما يظهر لك في الشكل، ومن ثم تعظم كامل للأطراف السفلية. وعندما يصل الشخص لسن 25 فيكتمل تعظم القص والترقوة والفقرات بشكل كامل كما يظهر أمامك، أي يصل الشخص للتعظم الكامل لمعظم العظام فيما بعد. يتحقق معظم نمو العظام في السنوات 25 الأولى. كيف ذلك؟ لاحظ معي عزيزي الطالب إلى الجدول الذي أمامك، والذي يظهر المرحلة العمرية من سن 5 إلى سن 25، ودرجة التعظم لكل مرحلة عمرية، حيث يظهر لك من المرحلة العمرية 5 إلى السن 16 درجة التعظم سريعة، ومن السن 17 إلى سن 20 تكون تعظم كامل للأطراف العلوية، بينما السن 18 إلى سن 23 تعظم كامل للأطراف السفلية، والسن 23 إلى 25 تعظم القص الترقوة والفقرات بشكل كامل، إلى أن يظهر التعظم الكامل لمعظم العظام في سن 25. ولكن ماذا يحدث لنمو العظام مع مرور الوقت؟ انظر عزيزي الطالب إلى الشكل الذي أمامك، حيث تظهر المراحل العمرية. عند وصول كثافة العظام إلى حدها الأقصى، تصبح المسؤولية عليك في إيجاد توازن مستمر للحفاظ عليها تجنباً لتحلل العظام مع التقدم بالعمر، حيث يتأخر تأثير هذا التحلل كلما ازدادت كثافة العظام الأولية. اختبر نفسك من خلال حل السؤال التالي. ما درجة التعظم عند سن 25؟ أرجو منك عزيز الطالب أن تعود إلى الكتاب المدرسي صفحة 45، حيث يوضح الجدول درجة التعظم لكل مرحلة عمرية. الإجابة: تعظم كامل لمعظم العظام. والآن دعونا ننتقل إلى الهدف الثالث لدرس اليوم، حيث يرجى منك عزيز الطالب أن تفسر مدى تأثير أنماط التمارين الرياضية في النمو الصحي. التمارين الرياضية تقوي العظام. تنمو العظام استجابة للقوى المطلوبة لدعمها.
فكلما ازدادت قوة العضلة ازداد تحملها للأوزان المطبقة عليها، وازدادت كثافة العظام وقوتها، لكن يتطلب ذلك وقتاً وتغذية مناسبة. هل تعلم ما علاقة التمارين الرياضية في النمو الصحي؟ إنشاء نمط للتمارين مهم للغاية للنمو الصحي، حيث يشتمل خاصة على تمارين الحمل. ومن الأمثلة على هذه التمارين أولاً صعود السلالم أو تسلق التلال، حيث ينتج عنه إجهاد حمل أكبر على العظام والعضلات، فهو أفضل للنمو الصحي. وتعمل هذه التمارين على تقوية العضلات وتقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام. ثانياً، رفع الأثقال هو تحمل الأوزان، ينتج عضلات أقوى حيث يطبق قوة جهد أكبر على العظام. وتعمل هذه التمارين على إجهاد العضلة بشكل كبير، وبالتالي هدم الألياف العضلية لتلك العضلة. فيستخدم البروتين إما عن طريق الغذاء أو منتجات البروتين الصناعية لإعادة بناء هذه الألياف، حيث تتكيف العضلة مع المجهود المتكرر الحاصل لها. ثالثاً، التنس وكرة القدم، حيث أن هذه التمارين تتطلب وقوفاً متكرراً ينتج عظاماً أقوى. رابعاً، الجري، وإن كان الجري على الأسطح المستوية ينتج تأثيراً متكرراً له مفعول تقويمي تراكمي على نمو العظام. اعلم عزيزي الطالب بأن السباحة وركوب الدراجات أيضاً رياضة جيدة لصحة القلب والرئة، لكنها لا تقدم الفوائد نفسها في نمو العظام، وذلك بسبب الإجهاد المنخفض المطلوب لأدائها، أي بمعنى أن السباحة وركوب الدراجات لا ينتج عنها جهد كبير يساهم في نمو العظام. والآن، هل تستطيع أن تذكر مثال يوضح تأثير تمارين الحمل في النمو الصحي؟ يمكنك الاستعانة بالشكل الذي أمامك. بالتأكيد، رفع الأثقال وهو تحمل الأوزان ينتج عنه عضلات أقوى حيث يطبق قوة جهد أكبر على العظام. الهدف الرابع، يتوقع منك عزيز الطالب أن توضح مخاطر الرحلات الفضائية على كتلة العظام. السفر إلى الفضاء وفقدان العظام. وفقاً لخبراء وكالة ناسا الفضائية، لوحظ في الكشوفات التي يجريها الأطباء لكل رائد فضاء يعود من رحلة في الفضاء الخارجي انخفاضاً كبيراً في كتلته العضلية والعظمية، ويحتاج بعد عودته من الرحلة الفضائية إلى ما يقارب إلى 3 أو 4 سنوات للتعافي، على الرغم من أن وكالة ناسا توفر صالات رياضية في محطات الفضاء الدولية لروادها، وذلك للتقليل من مضاعفات خسارة الكثافة العظمية وتقوية البنية العضلية والعظمية، إلا أنهم وجدوا بأن رواد الفضاء يفقدون في العادة 1% إلى 2% من كتلة عظامهم كل شهر أثناء وجودهم في الفضاء حتى باستمرارهم في ممارسة الرياضة. أحد مخاطر انعدام الوزن أثناء الرحلات الفضائية هو فقدان كتلة العظام، كما يؤدي فقدان كتلة العظام لارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بحصى الكلى، كما أن الجمود وقلة الحركة مع انعدام الجاذبية الأرضية لرائد الفضاء يضعف الهيكل العظمي والعضلي، كما يمكن أن يفقد ما يقارب 15% من كثافة المعادن في جسمه خلال 3 شهور. تفقد العظام كتلتها ببطء،
وذلك بسبب غياب قوى الوزن لحمل الأوزان باستمرار، أي بمعنى غياب قوى الجاذبية الأرضية، مما يسبب حالة انعدام الوزن، وبالتالي لا يوجد عبء على الجهاز العضلي الهيكلي لحمل وزن الجسم. والآن أجب معي على السؤال التالي: لماذا تفقد العظام كتلتها ببطء أثناء الرحلات الفضائية؟ الإجابة: غياب قوى الوزن لحمل الأوزان باستمرار، قلة الحركة للعدام الجاذبية الأرضية. أما الهدف الخامس لدرس اليوم، يبحث عن تأثير الأنشطة الرياضية في قوة العظام والعضلات. نشاط 2.2a تأثير الرياضة في القوة. أرجو منكم أعزائي الطلاب فتح الكتاب المدرسي صفحة 50 للبحث في الإنترنت عن أدلة حول تأثير الأنشطة الرياضية في قوة العظام والعضلات، ويمكنكم الاستعانة بالجدول التالي. يوجد لديكم بعض الأنشطة الرياضية والتأثير على متانة العظام والعضلات لكل منها، حيث أن رياضة الجري تزيد من كثافة ومتانة العظام وتزيد من متانة العضلات. كرة القدم تقوي بنية العظام والعضلات. أما السباحة تأثيرها قليل على تحسين قوة العظام، بينما لها تأثير تحسين وتنشيط قوة العضلات وخصوصاً عضلة القلب. والآن مطلوب منك عزيزي الطالب أن تقوم في البحث عن أمثلة رياضية أخرى وتأثيرها على متانة العظام ومتانة العضلات. تذكر بأن التعظم عملية تسمح بنمو العظام وشفائها. الكالسيوم جزء أساسي من بنية العظام. التعظم هو الأعلى في مرحلة الشباب حتى سن 25. كلما ازدادت قوة العضلة، ازداد تحملها للأوزان المطبقة عليها، وازدادت كثافة العظام وقوتها. الخلاصة: أولاً، صعود السلالم أو تسلق التلال ينتج عنه إجهاد حمل أكبر على العظام والعضلات، وبالتالي أفضل للنمو الصحي. ثانياً، رفع الأثقال تحمل الأوزان ينتج عضلات أقوى، حيث يطبق قوة جهد أكبر على العظام. ثالثاً، الجري وإن كان على الأسطح المستوية ينتج تأثيراً متكرراً له مفعول تقويمي تراكمي على نمو العظام. رابعاً، التنس وكرة القدم يتطلب وقوفاً متكرراً ينتج عظاماً أقوى. اختبر نفسك من خلال حل السؤال الثاني الصفحة 56: كيف تزيد التمارين من قوة العظام؟ اختر 2. يستجيب التعظم لزيادة الأكسجين. يستجيب التعظم لزيادة الكالسيوم. يستجيب التعظم لزيادة الحمولة المطلوبة. يستجيب التعظم لتكرار أكبر للحركة. الإجابتين الصحيحتين: C يستجيب التعظم لزيادة الحمولة المطلوبة، والإجابة D يستجيب التعظم لتكرار أكبر للحركة. اختبر معلوماتك من خلال حل السؤال الأخير لدرس اليوم، السؤال السابع الصفحة 56: لماذا يعد شرب الحليب وتناول الطعام الغني بالكالسيوم أكثر أهمية لدى الشباب؟ الإجابة: لأن الكالسيوم جزء أساسي من بنية العظام. وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وإلى لقاء في درس جديد من دروس مادة العلوم العامة.